اهلا وسهلا فيكم متابعينا، بيسعدني انه انضميت لكم بصباحك مسك. ساعتنا الثانيه بلشت وعنا فيها فقرات كثير مهمه وضيوف جدا بغايه الروعه. رح نبلش فقرتنا بموضوع مهم للغايه وهو الاكتئاب، فالاكتئاب ليس حصرا على الشباب واكيد كبار السن، بل يمكن ان يصاب به الاطفال باعمار صغيره. قد يتأخر الأهل في استدراك المرض عند الأطفال، والأمر الذي يضر ويؤذي بأطفالهم أكيد نفسياً وجسدياً. نتعرف على هذا المرض، اكتئاب الأطفال بشكل خاص. شو هو هذا المرض؟ شو هي أعراضه؟ بصرنا نستضيف في الاستوديو الأستاذة لباب الشريف، أخصائية ومعالجة نفسية. يسعد صباحك أستاذة لباب، أهلا وسهلا فيك. صباحك يا رب. أستاذة لباب، بالبداية بدنا نعرف المشاهدين والمستمعين عن اكتئاب الأطفال. نحن بنعرف أنه الاكتئاب بالمجمل هو مرض، لكن اكتئاب الأطفال إذا فينا نوصفه ونشرحه للمشاهدين شو سببه وكيف يحدث؟ تمام. هو اكتئاب الأطفال من نواه الاكتئاب الأساسية هي اضطراب مزاجي. نعم. بيكون في انخفاض للطاقة النفسية بشكل عام، يعني نحن عم نحكي مو بس عند الأطفال، هلا عند كافة الشرائح العمرية. نعم. بيكون في تبعات مثل ما ذكرتي إنه هو مشكلته عند الطفل إنه هو تبعاته مستمرة وبترافق مع اضطرابات أخرى. نعم. بشكل عام هو انخفاض للطاقة النفسية بتكون بأدنى مستوياتها عند الأطفال. نعم. طبعا في شيء بيخص مفهوم الذات عندهم، في نقص يعني بتقدير الذات، حزن مستمر تقريبا، بيكون تظاهراته مختلفة يعني بالحقيقة حسب المراحل العمرية. نعم. لكن نواة الاكتئاب واحدة عند الكبار والصغار والراشدين، كبار السن هي واحدة. نعم. لكن إذا أردنا نتحدث عن الطفل تحديدا، تمام، شو الاكتئاب عند الطفل، ما الذي يميزه؟ يعني شو اللي أنا، هل هو واحد أم أن الطفل ملامح الاكتئاب أو ظاهرة الاكتئاب عليه لها خصائص، لها أشكال طبعاً أخرى؟ طبعاً في خصوصية يعني للمرحلة العمرية. إذا جينا مثلاً للطفل الرضيع، بيستغربوا أحياناً البعض أنه ممكن الرضع يصاب بالاكتئاب. نعم، ممكن يصاب بالاكتئاب بمرحلة يعني مبكرة. يعني هو اضطراب، يعني كيف ممكن يخلق عنده مشكلة، ممكن عضوية أو شيء، ممكن، لكن حدوثه نادر جدا. يعني هي علامات، علامات الأعراض، في علامات معينة ممكن تظهر على الطفل، ممكن يكون في عنده بكاء مستمر، يرفض الرضاع، اضطرابات بالنوم. إذا جينا مثلا ناخذ سن اللعب مثلا 3 لـ5 سنوات، انه كيف بيكون فعلا بنحس انه في عنده فقدان للشهية، اضطرابات كوابيس، ممكن بلاحظ عليهم فرط حركة، هذا التوتر الحركي نلاقيه عند الأطفال بهذا العمر. جينا لعمر مثلا المدرسة، هلا عمر المدرسة بالحقيقة بالسن السابق ما بينتبهوا الأهل كتير لأنه ما في هديك الأعراض، بيقولوا طبيعته صعبة يعني يدلل. بعمر المدرسة بصير في مشكلة مع بالأداء المدرسي بالأداء الأكاديمي، وبيكون في مشكلة أيضا اجتماعية بالعلاقات. فمن هون بلشوا ينتبهوا الأهل، بيسألوا إنه ليش هيك ابننا. تمام. ممكن يصير في عنف، نوبات غضب بيتظاهر. طيب. هيك شيء عنده الأكبر شوي، هلا جينا 12-14 سنة وطالع، يعني ممكن في ميول انتحارية، أفكار تمني الموت. أيوة. بتصير. طيب. الغالب هيك حزن، تشاؤم، انخفاض بالطاقة، فقد المتعة، اضطرابات بالشهية، في شكايات جسدية ما بيكون سببها عضوي. أيوة. مشكي دائما بطني عم يجعني، صدري عم يجعني، راسي، بتكون ما لها سبب هي عضوي. طبعا هلا مو كل المفروض ان الاعراض تكون هي موجوده، 5 اعراض من هدول تقريبا استمروا بشكل متواصل من اسبوعين واكثر، فنحن هون ضروري يعني استشاره اخصائي فيها. ايوه. هلا في نقطه معناتها لان العرض يعني هو موجود، بيكون عند الاطفال ممكن يعانوا، لكن امتى بيكون هو مؤشر مرضي؟ تماما، لما بيأدي تمام، لما بيأدي لمشكله مثلا بالعلاقات، مشكله. أيوة. بنموه، مشكله بادائه المدرسي. اذا يعني نحن هلا وقت بنشوف الاكتئاب في عنا اعراض وعلامات معينه بتظهر على هذا الطفل جسديا ونفسيا، يعني ليس فقط موضوع نفسي انه مثلا انه هو مالل، ماله خلق، وعنده مثل ما قلتي، او مثلا اذا كان مراحل عمريه ميول او مثل ما بيقولوا انه مزاج، يعني خلص هي شغله مزاجيه. أيوة. هلا بتمرق وبنخلص منها. أيوة. وبتروح مع الوقت. لا. نعم. نحن عم نحكي عن اضطراب، مو بس عن اعراض هي اكتئابيه ممكن تمرق الى اسبابها. ممكن تكون البيئه
اللي عايش فيها، ممكن تكون احيانا الحاله الاسريه بالضبط هي هون المفصل. شو الاسباب؟ شو السبب؟ يعني الواحد الطفل يعني هل هو شيء وراثي؟ هل هو نتيجه ظرف اجتماعي؟ يعني الواحد حتى صار يخاف، صار واحد يسترجع الذاكره، هي ترى كنت مكتئب انا وصغير. مزبوط، هذه مره مراحل اكتئاب لك. تمام، فما هي اسباب مثل هيك شيء؟ قد تكون اسباب صحيه فعلا، وممكن تكون وجود اشخاص مكتئبين، الاب او الام، ممكن ياثر. تاثير بعض التاثيرات الجانبيه لبعض الادويه ممكن بتسبب الحاله، البيئه المحيطه بالطفل، نوع التربيه، العلاقات، علاقة الطفل بأمه أو بأبوه، إذا أخذين دور الأب مزبوط أو غلط، دور الأم مزبوط أو غلط، كمان هي بتأثر. بشكل عام الاكتئاب هو خلينا نقول أنه مراية للإجهاد والضغط. هلأ بنقبله نحن عند الكبار، بنقول لأنه عندهم مشاكل يعني طيب، مثلا بالحياة طبعا. بس أنه الطفل الصغير كمان هو معرض للإجهاد. لما بيكون في حرمان، لما بتكون احتياجات الأساسية غير ملبات، تمام؟ يعني فممكن هو مو اختيار، هو ما بيقرر إنه يكون تعيس، ما بيقرر إنه يكون ما له سعيد، ما بيقرر إنه يكون بدي ينعزل عن العالم، هو مو قرار. طيب هلا هو ممكن كمان بنفس الوقت يكون هو عم يقصد يحط حاله بهذا الجو بسبب الظروف أصلا اللي هو عم يتعرض لها، يعني هو بشكل غير مقصود ظروفه المحيطة ما لها مريحة أبدا، تمام؟ إنه كطفل. لكن بنفس الوقت هو بنفسه ما عم يقدر يطلع من هذا الجو، لأنه هو ما بده، بلاقي حاله إنه مثلا بالملل بالكسل دائما مرتاح، عم يحصل مكتسبات. ممكن ممكن، بس ما هو اللي عم يختار هذا الشيء. أيوة، إحنا طالما اتفقنا إنه الاكتئاب هو اضطراب، فنحن عم نحكي عن أشياء كيميائية الجسم. أيوة، يعني هو مو اختياره. هو ما عم يتدلل وما بيروح هيك لحاله. نحن ما عم نحكي عن، نعم ممكن بعض الأدوية إنها تسبب عوارض اكتئاب، بس نحن إذا وقفنا الدواء بتروح هذه العوارض، نحن ما بنقول إنه في اكتئاب، لكن نحن هون عم نحكي عن اكتئاب أطفال، يعني هو موجود حقيقة وهو بده علاج معرفي سلوكي ممكن، وبتدخل لازم يكونوا الأهل موجودين، وبعد يعني ممكن يضطر الطبيب يعطي أدوية يعني لفترة. والحمد لله يعني نسب الشفاء يعني رائعة وجيدة. طيب هون في المجتمع العربي أستاذ لبابة، من خلال اختلاطك، من خلال معارفك ومعرفتك، يا ترى الحالات هاي متزايدة؟ الحالات هاي موجودة؟ أم إنه لا، هي ما إلى علاقة كونه هي شيء بالجسم يعني، أو أعداد قليلة أصلاً ولا كيف؟ لا، هي أعداد متزايدة. ممكن سبب لما بينتقل طفل مدرسة لمدرسة، بتغير أستاذه، بتغير مجتمعه، بينتقل من بيئة لبيئة، ممكن بيصاب بالاكتئاب. ممكن طيب، لما بيكون في مشاكل مع الأهل، يعني هو موجود نسبته ما تغيرت، بانشغال الأهل يمكن، بتسارع الحياة، بالضغوطات يلي صارت على الأهل، ممكن هي أثرت إنه يزيد عدد الأطفال اللي عندهم مصابين بالاكتئاب. شلون الأهل يعرفوا؟ يعني شلون الأهل يميز ما بين إنه هذا مو دلع، مو تكاسل، بينما هو اكتئاب يحتاج إلى رعاية، حالة مرضية؟ كيف يعني شو الشعرة اللي تفصل لي بين الاثنين؟ تمام، المؤشر تبعنا هو المدة الزمنية. أيوة، تمام. يعني هي الأعراض اللي ذكرناها إذا استمرت أسبوعين وأكثر بشكل متواصل، قاعد عم يبكي، تمام، قاعد هيك ما بده يدرس، منزوي من عزيز، بس أنا عم يلاحظ الأهل بيلاحظوا إنه هذا الشيء، ما بنحكي عن طفل هادئ، نحن نحكي عن طفل تغيرت عاداته. أيوة، كان هيك وصار هيك. أيوة، تمام، فبدأ يلقط. هلأ كمان المفروض أن يكون إذا عم نحكي عن طفل المدرسة، يكون في تواصل بين الأهل والمدرسة، كمان بيعطون هن هذه المؤشرات أحياناً من كلامه. أنا ما بدي أعيش، أنا مالي حابب هي الحياة، أنا ما حدا بيحبني، مالي داعي أخي القيمة، شوفه أنه هو ما فقد الأشياء اللي كان يحبها، الأكلة الطيبة اللي كان يحبها ما عاد انبسط فيها مع الطلبة، حاول رفقاته، ما عم يكون علاقات. طفل ما بيعبر بالكلام، هي صعوبته. أيوة، طفل بيعبر بالسلوك، ممكن يكون في سلوك ايضا نقصي، ممكن نرجع تبول لإرادي، يصير في عنده ممكن مشاكل، بضل بيقولوا مشاكس، هذا الولد عم يعمل مشاكل كثير، شقي، غضب، سرعة استسارة بيكون في عنده، يعني الأهل بيلاحظوا هذا الشيء. نعم، المحيط المقرب منه او القائمين على رعايته بيلاحظوا انه في تغيرات.
لا ممكن هن بس ما يعرفوا انه هو سبب اكتئاب. ايوه ممكن يعني يشخصوها لسبب مرضي ثاني ممكن، او ممكن لا يقولوا انه هو مع الوقت بيتعلم، مع الوقت انه بيتحسن، ممكن يقولوا عنه انه هذا احيانا صاير قليل ترباية، صح بعض صح بيقول هيك ما عم يتعلم، او طالع نكدين اهل كذا، او طالع يعني لمين طالع الله اعلم بيعزوها. ايه نعم طالع لما جد ما بعرف رقم 10 بجوز هيك ما طيب استاذ الباب صراحة احنا ما بعرف يعني انا السؤال بيخطر على بالي انه يا ترى هل الاكتئاب هي الحالة المرضية اللي ممكن يواجهها الطفل لها درجات لها انواع ولا لا ما في تصنيف يعني تدرجي لحالات الاكتئاب؟ كل بكل الاضطرابات في شيء من حيث الشده ومن حيث الاعراض، لا نحن ذكرناكم العديد من الاعراض صراحه انه احنا اذا اخذنا 5 منهم بيكفي انه ليكون موجودين لفتره. هلا في اطفال 5 عندهم، في اطفال عندهم 9 اعراض. ايوه تمام. في اكتئاب بيكون خلينا نقول مثلا حاد، حاد لما بيكون ايوه هلا حصلت صدمه فالطفل أصيب باكتئاب، في حدث اكتئاب حاد، في حدث واضح وقوي سبب هذا الاكتئاب. في المزمن انه لا هو على المدى البعيد نتيجة طريقة تربية، نتيجة احيانا الطفل بيكون معتقدات عنده هي التي بتخليه، طبعا مو هو اللي كونها، محيطه اسهم بتكوين هذا المعتقد فصار في عنده اكتئاب. ايوه اذا التوزيع هلا تعاطي مع المجتمع اللي حوله تشخيصنا له اكتئاب حاد او اكتئاب مزمن، هذول التصنيفات اللي لازم. في اكتئاب مقنع يعني هو ما بنلاحظ، احنا بنفتكر انه الاكتئاب انه الطفل حيمشي مثلا بتعرفه متهدي ليه ما في عليه تعبير انفعالي ما له موجود، هو هذا الشيء صحيح بس كمان ممكن يكون في عندنا فرط نشاط، ممكن توتر حركي، ممكن بيأذي على طول عناد، مو العناد اللي بيميز مراحل عمرية معينة يعني الطفل ممكن يكون في عنده هاي المقاومة بعمر 3 سنين وبداية المراهقة عشان يحصل الاستقلالية، لا نحن عم نحكي عن شيء خارج الطبيعي خلينا إضافي نقول. فينا نحكي تمام طيب حالات اللي بتصل إلى مراحل رفض معتقدات ورفض افكار العادات التقاليد الى علاقه بالاكتئاب هون استاذ الباب، انه هو نتيجه اكتئابه انا كفرت بكل عاداتكم وتقاليدكم ومعتقداتكم اصلا ما جابني لهي الحاله تلقائيا نفسيا عم بحكي الا بسبب هاي الامور تصل هيك نانو. الاطفال ما بيعبروا بهي الطريقه، المراهقين تحديدا ممكن 14 16 ممكن يعني يكون هذا سبب بس ما هو السبب المباشر حقيقه مباشر. يعني اقصد ما هو بيستقطب، هو بيستقطب المريض الاكتئاب بيستقطب هذه الافكار. ايوه فمثلا احنا عندنا اللوحه كلها مثلا بيضاء فهو بيشوف بس النقطه السوداء الموجوده هون بيركز عليها وبيكبر وهي اللوحه الكامله اللي عنده. لانه ما يحدث استاذ الباب انه احيانا واحد بيطلع بالمواصلات مثلا بيشوف طفل والله عمره 14 او صبيه عمرها 15 الحاله اللي هي مبينه عليها هي حاله انتقام، يعني هي كانه من الواحد هيك بصير يطلع انه مو طبيعي، يعني هذا المنظر والله مو طبيعي هيك وشلون انه حاطط الموسيقى وقاعد هيك ومكتئب وعم يطلع الى السماء، هذا هذا اكتئاب ام هذا نوع من انواع الموضه حتى واحد والله يفرق؟ لا ما بنقدر نشخص الاكتئاب من من نظره، هذه نقطه مهمه لا. ما واحد تقييم تمام، شكله تقييم اكتئاب مثلا تقييم بحاجه وقت ندرس حاله الطفل من يعني نستبعد السبب العضوي نشوف على تعامل اهله معه كيف عم يكون تعامله مع اصدقائه، الظروف اللي مرق فيها بشكل عام هل يا ترى في قصه عائليه سابقه كانت عند احد الابوين او عند العائله بشكل عام، يعني هو ما بيكون تشخيص فقط هيك يعني مع العلم على فكره انه ممكن يكون الشخص المكتئب هو بيضحك بمارس نشاطات عادي بس نعم بيضحك بمارس نشاطاته ممكن نحس انه هذا الشخص او هذا المراهق مثلا ما عنده اكتئاب بس نحن اذا جينا لنشوف جواته فقد المتعه فقد الاهتمام ما عنده شغف بشيء ما عنده مبادره هدول فهي انه المفروض احنا هي انه بنظهر الخارجي فقط هيك انه نلقط انه عنده اكتئاب هذا الشيء يعني ما بنقدر احنا تجاوزا كان بنقول انه مكتئب لما نشوف حدا ملامحه يعني انه هو مكتئب قاعد بالشغل وهيك بتطلع بالهواء انا بدي راقب خلينا نقول تطوره
تراقب نموه، بدي تشوف يا ترى هو متوافق مع الخصائص النمائية للمرحلة العمرية اللي هو فيها ولا لا. عادة الأولاد مثلا بعمر المدرسة بيحبوا وين ما شافوا حدا بيلعبوا مع الرفقات بألفوا لعب هن مع بعضهم البعض. هذا الطفل ما عم يساوي هيك، عم راقبه لحظة مو لمرة ولا مرتين على مدى البعيد، في فترة زمنية معينة مثل ما قلتي لازم يلاحظوا فيها مرة مرتين فيها. ممكن يكون أمر عارض أيوة. يعني ما بحبون بس هيك يعني. ما حبون ما نتكلم معهم أيوة. لكن ممكن تسبب له أزمة لما هو بيعتقد بنفسه أنه هو أقل من غيره. تماما تمام، يعني موجع هون شيء موجع جدا، وخاصة على فكرة بجالياتنا وغالبا أنه أنا ما بقدر كثير تعرض للطفل، أنا ما بقدر ساوي هذا الأمر أو أنه حاسس أنه هن ما عنده هذه الثقة إمكانيات ومهارات ما بيقدر يحققها صح. رغم أنه بيكونوا مثلا موهوبين وعندهم سمات تميزوا فيها عن أقرانهم لكن هن ما عندهم هي الثقة بنفسهم، كثير بيخافوا من الانتقاد، صورتهم عن ذاتهم كثير تمام أيوة. سلبية بتكون. إذن هي الصفات اللي ممكن عن جد يحس فيها الطفل المكتئب شخصيا، لأنه نحن عم نحكي بالشكل العام دائما نحن كيف منشوف الطفل صح. المكتئب، لكن هو داخليا هدول الأعراض بالفعل متعبة حقيقة لهذا الطفل. طيب إذا ننتقل من جانب نحن هلأ شخصنا ووصفنا حالة الطفل المكتئب، خلينا نعرف سوا شو هي الحلول طرق العلاج اللي عم تكون موجودة لهدول الأشخاص أو الأطفال المكتئبين، كيف فينا نساعدهم؟ لا لما بيلقطوا الأهل الأعراض أو حتى المدرسين بيلقطوا الأعراض، المفروض أنه أول شيء يعملوا يتوجهوا عند أخصائي طبعا والطبيب المختص هو اللي بيشخص أنه اكتئاب. عادة أنه بيشتغلوا مع الأهل بيشتغلوا مع الطفل، وممكن يكون في أدوية بيتناولها. نسب الشفاء لنا مع الأطفال عالية جدا الحمد لله. لما بيتغير السلوك او نمط العلاقات كثير بيأثر على الطفل. صحيح صحيح. طيب لكن نحكي نحن بالجانب الوقائي اكثر من صحيح هذا هو كيف نحن بدنا نحمي الطفل. ايوه تمام نعم، انه يصل لهي المرحله. شو طرق الوقاية؟ تأمين احتياجاته الاساسيه، العلاقات الداعمه تكون موجوده، الحب غير المشروط هذا كثير بيأثر. كيف الحب غير المشروط؟ وما في ابتزاز، يعني انه انا بحبه لابني اذا هو عمل هذا الامر، اذا درس واذا ما سويت هيك فمعناتها انا ما عاد بحبك. تمام. اذا درس هو التقبل بشكل عام. ايوه التقبل نعم. تعليمهم كيف الاطفال يعبروا عن مشاعرهم. جميل جميل. وتكون والاهل كمان يعبروا عن مشاعرهم للطفل كمان. هي كثير بتساعد متبادل يكون من الطرفين. ليش تظهر الاعراض الجسديه او السلوكيه على الاطفال الاكتئاب؟ لانه ما بيقدروا يعبروا بالكلام ولا حتى بيقدر يعرف مشاعره. يعني إذا حكينا مع أطفال هي ما تعلمت التعبير عن مشاعرها، فمنلاقي عنده يا فرحان يا زعلان، ما بيقدر يميز إذا هو زعلان ولا حزين ولا غاضب. نعم مثلا نعم. متضايق ولا كتير هو مثلا مزعوج لأنه ساوى هالقصة ولا مزعوج على هي القصة. نعم. المحيط المتفهم كتير ضروري. الأهل لما بيكون في تواصل جيد بين بعضهم البعض، الأب والأم مثلا، العائلة بشكل عام، حتى الأخوات، ممكن نحن نشركهم بعمليات العلاج. حلو حلو جميل. ممكن يكون اللعب له دور كتير كبير مع الأطفال. حلو. نخلي الطفل هو يتجرأ يبادر يبادر يكون علاقات، يبادر تماما بلعبة صغيرة يشارك فيها رفقاته، بضيافة معينة مثلا إذا هو حابب يصنع شيء يكون فخور أنه هو أنجز شيء، ولو كان هو دون يعني أقل من توقعاتنا، بس هو أنه فعلا بذل جهد وهذا الجهد مقدر. نعم حلو. طيب هلا هن أهل أول كانوا يقولوا شغلة أنه لا تقعدي ولدك ابنك لحاله، لا تخليه يقعد ساعات أو حتى دقائق لحاله، دائما جيبيه خديه خليه يختلط مع أطفال تانيين رفقات قرايبين. هاي نقطة أنه الوحدة، نقطة الوحدة اللي هلأ هي كتير من الأطفال بالفعل عم يواجهوها بسبب عدم قدرتهم على الاندماج مع أطفال المجتمع الجديد اللي هن فيه. تمام. كيف فينا نحن نساعد الأهالي اللي عم يسمعونا لحتى يدمجوا أطفالهم قدر المستطاع بالمجتمع اللي هنن فيه ويبعدون عن الوحدة والانعزال؟ إن هي أول شيء الطفل للتواصل جيد مع الآخرين، يعني علموا أدوات بده يتواصل فيها، كيف يقول صباح الخير، كيف يعتذر، كيف يقدم نفسه، يعني ندربه على فهم بيكون مقبول.
بيتقبله المجتمع، بس الطفل هو ما عم يقدر اصلا يعني يحكي مع الاخرين، واذا حدا حكى معه وبادر فهو خايف او مزعوج او ما بده، فاجباري ما رح يصير في تواصل. فيكون احنا كاهل تواصلنا مع الطفل جيد، بيراقب بيقلد الطفل الكبير كيف عم يتصرف، فهو بيقلده، فانا كمان دير بالي على تصرفاتي. نعم. هو رح يقتبس مني كثير، رح يقلد. اختار الانشطه اللي بتناسب عمره. ممتاز. ما اقحمه اصلا بانشطه هو خايف منها او انت بتقدر وتضغط عليه، بعد عن هذا الشيء. يكون في تهيئه قبل كل نشاط، انه هي ونحن هلا حنروح على هذا المكان، حنشوف هدول الاشخاص، حنعمل كذا كذا. جميل. اذا كان الموضوع صعب كمان شوي على الطفل، فممكن يصير تمثيليه. تعال نقعد هلا، نحن بنروح عازمين رفقاتنا على هذا المطعم، كيف حتقعد، كيف حتقول لهم، شو حنساوي، حتقدم لهم كروت ولا حتكتب لهم رساله ولا حتقول لهم شفهيه، تعال نجرب هلا انا رفيقك، شو حتقول لي. جميل. حلو. جدا. حلو. يعني هذا الموضوع استاذه لباب يعني بالفعل يبدو لتسليط الضوء عليه بشكل أكبر، توعية ربما الأسرة. يعني هي أولوية ربما أكثر من قضية أنه إحنا نشخص الطفل، لأنه إذا الأسرة أصلا هي ومنتبهة، فبالتالي الطفل راح تتفاقم معه الحالة. صحيح. إلى أن نصل إلى مرحلة بالفعل بدنا ندخل إلى الدخول العيادات والاختصاصيين النفسيين والجلسات ربما الطويلة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذة لباب شريف، أخصائية والمعالجة النفسية، على هذا الطرح وتسليط الضوء. جزيل الشكر والتقدير لك. شكرا لكم. شرفنا فيك عن جد أستاذة لباب، معلومات مهمة للغاية، شكرا جزيلا لك. أعزائي المتابعين والمتابعات، فاصل القصير نعود بعده إليكم، حياكم الله، ابقوا معنا. طلعت شمس.